السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم. اليوم إخواني الكرام، هاي الأجواء ماطرة ما شاء الله، وشهدت قبل أيام عواصف قوية جدا في السويد ودول أوروبية أخرى. اليوم راح نتكلم عن أسباب ازدياد الجريمة في السويد وإجمالا في الغرب وفي العالم، بس راح نركز احنا بما أننا عايشين بالسويد، وحديث أكثر المؤسسات الدولية عن هاي المواضيع، ومسؤول مصلحة الهجرة بقول إنه إحنا يعني نوعا ما إنه في أشخاص حصلوا على إقامات وهم ما بيستحقوا، لأنه يمكن يكون عندهم سوابق. بعض الوزراء صرح إنه يعني راح نصعب، وراح يكون يعني تقريبا بعام 2021 صعوبة في الحصول على الإقامة. ولكن لو جينا يعني نتصفح الأسباب، أسباب حدوث أو ازدياد الجرائم في المجتمع السويدي، يعني راح ممكن نتطرق للموضوع من عدة مجالات. ممكن الأسرة إلها دور، ممكن الإعلام إله دور، ممكن سياسة الدولة نفسها إلها دور، والأحزاب اللي قاعدة صارت تتسابق على المناصب والمراكز والمقاعد في البرلمان، وتستخدم يعني قضايا اللاجئين والمهاجرين وتحويل من إقامات دائمة لإقامات مؤقتة، وتصعيب شروط الإقامة وتصعيب شروط لم الشمل، فأمور كثيرة وفترات انتظار طويلة يعاني منها القادمين إلى السويد اللي منتظروا. في ناس صار لهم 10 و12 و13 و14 سنة في فترات انتظار، وحياتهم وحياة أطفالهم أصبحت صعبة جدا جدا. فكل هذا يؤثر على طريقة وتفكير الجيل الجديد وضياع الهوية عنده. يعني الأسرة بتصير عايشة حياة كلها قلق، بالإضافة للتسفير لبعض الأشخاص والقصص بعض الجرائم اللي حدثت في السويد في الآونة الأخيرة من ازدياد وتيرة جرائم القتل واستخدام الأطفال والمراهقين، بالذات المراهقين من 13 سنة وطالع، في ترويج المخدرات والجرائم والقتل، وضعف القانون السويدي في محاسبة هؤلاء، أو حتى يعني أنه يظهر للإعلام والناس أنه إحنا قبضنا على هؤلاء المجرمين ومعاقبتهم المعاقبة الرادعة، بحيث أنه يرتدع الآخرين عن قيام بمثل هذا السلوك. أمور كثيرة لعبت دور في هذا المجتمع، وخصوصا أنا أركز على دور الأسرة، فدور الأسرة مهم جدا، وركز على أنه إحنا الأجانب علينا تقع مسؤولية كبيرة جدا جدا في حماية أطفالنا ومتابعتهم متابعة مستمرة في المدرسة، في الشارع، في المجتمع، ونحاول أن نتعرف على رفقائهم، ونحاول نتعرف على مستوياتهم الدراسية. نسأل المعلمين باستمرار نحضر المقابلات المدرسية، نتابع سلوكهم النفسي، هل هم منتظمين، هل هم ملتزمين، هل هم يتخذوا قرار، هل هم تواصلهم عن طريق شبكات الانترنت، مع مين بتواصلوا، كيف بتواصل، هل في لهم التزام، هل لهم دور في الأسرة، هل ملتزمين دينيا، بعيدين دينيا، هل نشعر في انضباط في وجود عندهم. يعني مهارات الحياة نحاول نتابعها على أطفالنا، ونشوف بالذات رفاق السوق يا إخواني الكرام هم لهم دور كبير في ضياع أطفال المهاجرين في الغرب، وإحنا جينا أكثر شيء عشان أطفالنا. فأنا هذا عملت استبيان وحاولت إنه أظهر بعض الجوانب، ممكن في جوانب نسيتها أو غفلت عنها، فحاولت أركز على أهم الجوانب إن كانت تتعلق في الإعلام ودور الإعلام، لأنه الإعلام حقيقة مقصر في إظهار الجانب الإيجابي للعرب والأجانب القادمين على السويد. فقصص كثير للأجانب ناجحين عايشين بالسويد، لو حاول الإعلام أنه يظهرها ويركز عليها لزاد، لخفت العنصرية وزاد الحب وزاد التعايش بين الطرفين. لكن للأسف أحيانا الإعلام بتلاقيه منشر بس على قصص داعش وقصص اللي بتحدث في مناطق الأجانب من
من جرائم من قتل والى اخره، بالاضافه لانه الاجانب اكثرهم محصورين في مناطق معينه، يعني الاجانب العرب وغيرهم، ذات العرب او الاجانب اجمالا، يعني بتلاقيهم عايشين في مناطق لوحدهم، فقل في اختلاط مع السويديين الاصليين تبعون البلد، فبتلاقي ابنك او بنتك عايشه في منطقه نوعا ما كلها اجانب، فما كسبت كثير من القيم والثقافه تبعت المجتمع السويدي، فتشعر في نوعا ما من العزله او من كيف بدي احكي لكم اياها، انه الرفض، انه المجتمع السويدي رغم انها عايشه وتتكلم لغه البلد وممكن حاصل على جنسيه البلد، بس ما بتشعر حالك انك جزء من هذا المجتمع في بناء هذا المجتمع. فلو كان هناك نوعا ما انه حتى زي ما عملت سنغافورة، تجربة سنغافورة رائعة جدا، يعني تشترط في العمارة أن يكون فيها من عدة جنسيات، كوري هندي من نفس الجنسية أو جنسية، يعني ثلاث أربع جنسيات يكونوا في نفس العمارة مش جنسية واحدة، بحيث أنه نوعا ما تشعر أنه أنت فعلا جزء من هذا المجتمع لا يتجزأ، مش أنه يكونوا مثلا زي بعض المناطق مثلا على سبيل المثال أنه والله منطقة خارهون من كلها عرب وكلها أجانب، منطقة مثلا رينكبي كلها صومالية، منطقة مثلا منطقة ثانية فتية تقول كلها أتراك، فهذا التقسيم نوعا ما بيلعب دور انه ممكن يتزايد عدد الأشخاص اللي في نفس جنسية معينة او ثقافة معينة او ايديولوجية معينة، مما يؤدي الى السلوك الإجرامي، بالإضافة الى سلوك بعض المهاجرين او القادمين او حتى من قادمين من شرق أوروبا او من دول أوروبية اخرى من عصابات وغيرهم، استغلال انه الحدود مفتوحة نوعا ما بالدول الأوروبية وقدومهم الى السويد، واستغلال ممكن المراهقين وغيرهم لترويج المخدرات وغيرها وغيرها. انا اتوقع انه يعني اجهزة الدولة بتعرف كثير من الامور، لكن احنا لا نعرف طريقة التفكير السياسي وما تسعى إليه الأحزاب والأمور الأخرى، لكن إحنا بدنا نعيش في مجتمع نشعر فيه في الأمان، لأنه أكثر القادمين إلى السويد إجوا عشان يبحثوا عن الأمان، وفي ناس للأسف ممكن إجوا هم كانوا مجرمين حرب وممكن كانوا يقوموا بجرائم أو كانوا أشخاص سيئين العلاقات مع زوجاتهم مع أسرهم مع أطفالهم، فإجوا هنا والإعلام ركز على بعض القضايا والمشاكل والمشكلات الأسرية للأطفال والعائلات والطلاق اللي زاد انتشاره وحرية المرأة والمطالب الكثيرة، مما زاد العنف الأسري وزادت الجرائم الأسرية عند البعض وقضية السوسيال وانتشار الفيديوهات هاي المنشورها السوسيال، خلى بعض الأجانب وجزء كبير من الأجانب أنه عدم يعني كان عندهم حب كبير للسويد، فما أدى إلى تقليلها درجة هذا الحب، وممكن في بعض الناس تفكر أنه تأخذ الجنسية وتنسحب وتسافر إلى بلد آخر نظرا لصعوبة هاي القوانين، وأنه الواحد يعني أغلى ما يملك هو أطفاله، فحتى يعني شعور الأجانب أنه هناك في تمييز في قضايا هاي، يعني نادرا ما نسمع أنه السوسيال أنه أخذ أطفال سويديين، عادة نسمع أنه أطفال الأجانب العرب بالذات تحديدا، ونادرا ما نسمع انه اخذ كمان جنسيات اخرى، تشيلي على فرنسي على ايطالي، ممكن ما في نشر من الاعلام لكل القضايا هاي، حتى في تمييز في الحصول على فرص عمل على الاسم، كثير ناس تشكو من المواضيع هاي وعلى الحجاب وعلى بعض مقابلات الشركات، فبتلاقي هذه الامور بتولد كراهيه وبتولد عدم حب وعدم تعايش وعدم اندماج بالشكل الصحيح، وصار في كمان انه فترات انتظار طويلة، هاي الفترات بتخلي الواحد يعيش في حالة من نفسية سيئة، ممكن إن الإنسان اللي بيكون عنده ميول إجرامية ممكن إنه هو يقوم بأفعال معينة بغض النظر عن الجرائم، ممكن جريمة اختلاس، ممكن سرقة، ممكن أي عمل يقوم به الإنسان، فالموضوع طويل، حنحاول نركز على الجوانب إنه كيف إحنا نحاول نحل هاي المشاكل، نحاول طبعا احنا عارفين انتو النزاع بين الخير والشر مستمر طول الحياة، فعلى الأقل احنا كل واحد فينا يشارك في دور إله مع أسرته مع أطفاله مع مدرسته، بحيث انه يحمي أطفاله في هاي البلد ويحافظ على البلد اللي هي حمته، ويحاول انه هو يطور من نفسه ويطور من أطفاله ويعيش بأمن وسلام. أخوكم رائد من مدينة ستوكهولم، يا ريت تشاركونا
في أهم الطرق لعلاج هاي الظاهرة اللي بلشت تنتشر. والسلام عليكم.